لحظة لم تدخل ليبيا. وهذا ما يجب أن نلتفت له حتى لا يقفزون بنا إلى مرحلة هذه الحكومة. لا هذه وضحيها أكثر. هو جزء من المجلس الرئاسي، جزء من المجلس الرئاسي، وبالتالي لا قيمة له على الإطلاق. الحكومة حتى اللحظة لم تدخل، المجلس الرئاسي كاملا حتى اللحظة التي نتحدث فيها لم يدخل. وهذا هل يفترض في عمل هل يفترض في عمل المجلس الرئاسي بحسب الاتفاق السياسي، هل يفترض في عمل المجلس الرئاسي أن ينعقد بكامل أعضائه؟ بل يفترض الحكومة الآن هم يمارسون مسألة أخرى من حلق المراحل ومن الإيهام. هذه مسألة إيهامية قد يغفل عليها عامة الناس، ولكن من يراقبون المشهد الدولي يرون هذا الأمر. ولعلنا رأينا في اعتراض روسيا هذا المجال، هم يعولون أنهم بدخولهم يظنون أنهم تحقق الكامل وأنهم يستطيعون طلب الدعم الدولي. وجدنا قرار مجلس الأمن هذا أشبه بالبلطجة، وليس هناك فتح للأموال لهم، أي أنهم معطلين الآن. لماذا؟ لأنهم لم يستوفوا دخولهم ولم يستوفوا أي أمر من هذه الأمور. أريد أن أقول مرة أخرى أن ما هو موجود في طرابلس الآن جزء من المجلس الرئاسي، جزء، ولم يدخل المجلس الرئاسي كامل، والحكومة حتى اللحظة لم تدخل. طيب ألا يشبه هذا العمل البلطجة يعني، وفرض الأمر الواقع أكثر من كونه يعني حكومة تمارس عملها بشكل يعني قانوني أو رسمي أو بشكل حتى محترم يعني؟ لنقل أنه انقلاب، ولعلنا رأينا ما قام به المجلس البلدي مصراتة من إعلان بيانه والإعلان عن تشكيل غرفة داخل طرابلس. تقوم هذه الغرفة بالتسليم والاستيلاء للحكومة ثم تنفض هذا جسم جديد. هناك تصرفات فردية في هذا الأمر. أيضا الأمر الآخر ما حدثتك عنه أخي فاضل، مسألة الصحيفة الفرنسية التي تتحدث عن والغريب الأمم المتحدة. والغريب أن الذين كانوا يتهمون طرابلس بأنها تحوي الميليشيات وأنها لا يوجد فيها جيش ولا شرطة، الآن نفس الناس يقولون بأن الذي سمح لهذه الحكومة بالدخول هو الجيش الليبي، يعني فجأة ظهر هناك جيش في طرابلس. طيب